وضيفتنا فاطمة الغفولي رئيس قسم الصيدلية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في العاصمة أبو ظبي. فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. نتكلم اليوم عن سلامة الأدوية، طبعا سنتناول عدد من المواضيع والنقاط الأساسية التي ربما تدور في أذهاننا، في أذهان المستمعين والمستمعات، وطبعا نتيح أيضا الفرصة لمن يرغب بالتواصل على الهاتف 600551414، الرسائل على 4006. سنبدأ بحفظ الأدوية بأمان في المنزل وبين قوسين أيضا في السيارة فاطمة. نعم دكتور، أول شيء شكرا على الاستضافة مرة ثانية. يا مرحبا. في برنامجكم القيم. ثانيا بخصوص حفظ الأدوية، الحفظ الآمن للأدوية سواء في السيارة أو في أي مكان حتى المنزل. طبعا لازم ننتبه الموضوع، يجب الالتزام بحفظ الأدوية في مكان آمن، وننتبه لتاريخ صلاحية الدواء والتعليمات اللي مكتوبة على علبة الدواء واللي الصيدلاني ينبه المريض عليها، لأن طبعا مثل ما بعارفين الأدوية تختلف سواء من ناحية التخزين، في أدوية تتخزن في الثلاجة، في أدوية تتخزن في درجة حرارة معينة، فكل هاي الأشياء لازم ننتبه لها. وغير ذلك بعد حتى بخصوص تاريخ صلاحية الدواء، يعني إذا بنتطرق في هذا الموضوع بالذات، تاريخ صلاحية الدواء لازم الناس عندنا تكون فاهمة كيف شو معنى تاريخ صلاحية الدواء. في تاريخين لصلاحية الدواء، إذا الدواء كان مب مفتوح توا مستلمينه من الصيدلية، أو حتى إذا الدواء بعد الفتح. نعم تمام. فبخصوص تاريخ صلاحية الدواء اللي هي مكتوبة على علبة الأدوية، هذا التاريخ معناته أن الدواء ممكن نستخدمه لحد التاريخ المكتوب على العلبة. لكن بعد الفتح، مجرد ما نفتح علبة الدواء، هنا يكون في تاريخ ثاني يسمونه تاريخ بعد الفتح، اللي هو يختلف طبعا من مجموعة دوائية من نوع إلى نوع. حتى مثلا بقول لك قطرات العيون تختلف عن الكريمات، تختلف عن السوائل، فكل هاي الأشياء مهم أن المرضى يكونون عارفينها. وبخصوص تخزين الأدوية في السيارة، طبعا نحن أول شيء في دولة الإمارات ما شاء الله، يعني درجة الحرارة عندنا توصل فوق. فأبدا الواحد إذا بيفكر يخزن الدواء في السيارة، هالشيء صراحة أبدا ما ننصح فيه. يعني المكان غير مخول لتخزين أي دواء، اللهم إذا مثلا واحد مثلا حد من المرضى استلم الدواء من الصيدلية ولين ما يوصل البيت، لازم حتى ينتبهون حق هاي الفترة اللي هو فترة وصول الدواء من المستشفى لين البيت باستخدام السيارة. أن مثلا الأدوية تكون مبردة، مثلا تكون في بوكس معين، إذا مثلا الدواء يحتاج تبريد نحن نوفر حق المرضى الآيس بوكس، أو مثلا اللي هي الثلاجة، البوكس الثلاجة اللي هو يبرد الدواء. فكل هاي الأشياء لازم المرضى ينتبهوا لها. نعم. طيب ما أقصد أنا طبعا بالسيارة، طبعا أشكرك على هذه المعلومات المهمة وعلى الدور الذي تقومون به أيضا في قسم الصيدلية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في العاصمة أبوظبي من خلال الفيديوهات، وأشكرك أيضا لمشاركتي هذه الفيديوهات المهمة والمفيدة واللي بتمنى من أفراد المجتمع الاطلاع عليها للاستفادة منها. ما قصدته، وطبعا من خلال حواري أيضا مع أحيانا بعض المرضى، يعني مريض مثلا عنده دوخة دوار، مثلا مريض عنده سكري، مريض عنده حالة معينة، فبيكون معه الأدوية دائما ملازمته في الحقيبة أو في السيارة وين ما راح، يعني تحسبا لأي طارئ. القصد أنه أنا ألا أترك هذه الأدوية مثلا إلا بمكان كما ذكرتي، مكان آمن ضمن شروط معينة. وفي بحمد الله في دولة الإمارات في الصيدليات موجودة مثل هذه الحقائب الخاصة لحفظ الأدوية أختي فاطمة.
نعم صح متوفرة. نعم، فإذا الأفضل دائما أن نحفظ هذه الأدوية بطريقة صحيحة حتى لا تفسد أو تتعرض للفساد أو حتى لا تسبب أي ضرر من الأضرار. إضافة إلى ذلك، صيدلية المنزل يعني البعض يضع الأدوية، ما بيعرف كل الأدوية بيضعها في الثلاجة، طيب هذا الشيء ما بيصير. بالضبط. نعم، يعني حتى إذا طرقنا الموضوع الصيدلية المنزلية موضوع وايد مهم، ما في ولا بيت عندنا يخلى من الأدوية، بس لازم نفهم أن الصيدلية المنزلية أول شيء لازم نفس ما قلنا أن الدواء يكون في مكان آمن، طريقة حفظه يكونوا منتبهين أن يكون مثلا جاف وبارد، إذا طبعا الأدوية طريقة تخزينها مو صبها بهالطريقة، ما تكون كلها في الثلاجة. الشيء الثاني تكون بعيدة عن الأطفال، لأن أنتم عارفين يعني وايد حوادث سمعناها. نعم. أطفال خذوا أدوية بالغلط من المنزل وتسببت لهم أضرار. نعم. وغير هالشيء حتى محتويات هاي الصيدلية المنزلية لازم ننتبه لها، يعني بعد ما نبقى نفتح صيدلية ثانية في كل بيت، يعني هاي الصيدلية تكون فيها الأدوية الضرورية حق الحالات الطارئة اللي يحتاجها أي شخص في البيت تعرض لشيء طارئ، لا سمح الله مثلا ارتفعت الحرارة أو مثلا حساسية أو شيء، بس بعد ينتبهون حتى حق نوعية الأدوية اللي تكون موجودة في هاي الصيدلية الداخلية. نعم. خاص شيء لو طرقنا حتى حق المسكنات اللي الناس مثلا، أرد أكد على أهمية هاي المعلومة، الناس اللي معتبرين أن مسكن أو خافض الحرارة أن لازم يستخدم في كل الحالات، لا. لازم ننتبه للجرعة اللي هي موصى بها، ما تتعدى جرعات معينة، لأن وايد حالات تأثرت من زيادة جرعات للمسكنات وخافضات الحرارة اللي أثرت على الكبد، على الكلى، على وايد أشياء. نعم، ونضيف هنا ما يتعلق بتناول الخاطئ، تناولنا الخاطئ لمسكنات الآلام والأدوية الأخرى. يعني مثلا إذا أنا كان عندي مثلا آلام في البطن وما بعرف شو السبب، أخذت مسكن سيختفي الآلام ولكن يبقى المرض، وتصوروا لو كان هذا المرض بسبب التهاب الزائدة الدودية مثلا، وبالتالي للأسف قد تنفجر هذه ويدخل الشخص إلى الطوارئ وقد لا يصل إلى الطوارئ إلى غرفة العمليات. فلا تتناولوا أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب. وحاليا طرق التواصل متاحة، يعني عن طريق الواتساب، عن طريق الاتصال الهاتفي، أيضا أرقام التواصل اللي وفرت المؤسسات الصحية تواصل على مدار الساعة قبل ما أتناول أي دواء، حتى لو كان مسكن للألام. مسكن للألام اللي بناخده من الصيدلية ومن البقالة ومن أماكن مختلفة مو معناته أنه هذا الدواء آمن وبيشربه مثل ما عم بيشرب الماء أخت فاطمة. نعم، أيدك في هالكلام. طيب نأخذ اتصال من أبو محمد. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله دكتور بسام. يا أهلا وسهلا بك أخي العزيز، تفضل. الله يبارك فيك إن شاء الله، إذاك الله خير وإذا الله خير ضيفتك الكريمة. عندي سؤال طال عمرك، يعني ما هي المدة بين الأدوية، يعني دواء بين دواء، يعني واحد يأخذ دواء مثل الحين في وقت واحد كم من دواء، مثلا يعني مال السكر، مال الغدة، مال الحموضة، يعني هل يكون فترة بين الدواء دواء ولا ما مشكلة يأخذ مرة واحدة يعني؟ نعم، هاي سؤالي مسأل دكتورة. نعم طيب أختي فاطمة تفضلي. أهلا دكتور. نعم، مشكور أبو محمد على هالسؤال، وهالسؤال وايد مهم. صحيح. والصراحة يوصلنا من أكثر من مريض. لا طبعا ما يستوي ناخذ كل الأدوية أربعة في نفس الوقت باختلاف نوع الدواء، يعني مثلا حتى لو الأمثلة اللي قالها لنا أبو محمد مثلا. نعم. دواء الغدة وأدوية السكر. نعم. في نوع من أنواع أدوية الغدة لازم تأخذ قبل الأكل. نعم. لكن بعض أدوية السكر بعضها يؤخذ بعد الأكل، فنحن لتفادي التفاعلات الدوائية، التفاعلات اللي هي تكون بين الأدوية، ما ننصح المرضى يأخذون الأدوية كلها نفس الوقت. نعم. إلا بعد استشارة الصيدلاني حسب نوع الدواء. نعم. يعني في أدوية ما في خطورة منها أو ضرر إذا استخدموها نفس الوقت، لكن في أدوية ممكن أن ما يشتغل مفعولها لو نأخذت نفس الوقت.
فما نقدر نحدد الحين شو هو الدواء حسب نوع حسب الحالة. نعم حسب الحالة، حسب الحالة وحسب نعم. نوع الأدوية اللي يستخدمها المريض. نعم، أنا هون نصيحتي لكل شخص، كل شخص لا تخرج من عيادة الطبيب إلا أنك تكون عارف المعلومات تماما، واكتب هذه المعلومات، اكتبها. وإذا خرجت من عيادة الطبيب مع الصيدلي، نعود لنؤكد، الصيدلي ما هو بياع أدوية، مو يعني مهمته فقط صرف الدواء، مهمته أيضا أنه توعية ويعطينا المعلومات، وأنا أسأله أنه مثلا فعلا الطبيب وصف لي أنا عندي سكري وعندي ضغط وعندي كوليسترول وعندي شيء معين آخر، طيب وصف لي مجموعة من الأدوية، فبسأله هذا الدواء متى، الفاصل ما بين هذا الدواء والدواء الثاني كم، وبكتب هذه المعلومات. هذا الدواء بتناوله قبل الأكل بساعة، وليش قبل بالأكل بساعة لازم أعرف، يعني لأنه كمان هذه المعلومات إذا ما عرفتها لا أطبقها بالطريقة الصحيحة. فنصيحة، لا تخرج من المستشفى، يعني لا من عيادة الطبيب ولا من الصيدلية، إلا ولديك كافة المعلومات، واكتب هذه المعلومات، اكتبها رجاء من أجل صحتك ومن أجل سلامتك. طيب نأخذ أبو حمد. أبو حمد السلام عليكم. مساكم الله بالخير وعلى الدكتور أخو مسلمين. يا أهلا وسهلا فيك. أنا بالنسبة لتجربتي مع الأدوية، أفضل أن بعض الأدوية تاريخها صغير. وأول حاجة بالنسبة للدكتور، يا ليتك بصفة مسؤول عن الأدوية، قضية المحاذير وموانع الاستعمال تكون بصورة واضحة في الأدوية. مع الأسف في روشتة طولها متر، خط صغير وخط طبي وبأسلوب طبي، فمفروض أن قضية موانع الاستعمال أو محاذير الاستعمال تكون على الأقل بصورة واضحة، يعني ممكن أي شخص بسيط يقراها، وتكون بلغة البلد. رغم اثنين، اليوم أنا تجربتي أن الواحد يليت يحط طابع على الدواء بصورة واضحة، تاريخ الانتهاء وطريقة الاستعمال، بحيث أنه يعني يرجع له. بالنسبة للقطرات، هذا أخطر شيء، يعني القطرات اللي تنفتح خلال أسبوع. كثير من الناس ما التاريخ ما تستخدمه، فوجود طابع بسيط عليها، خاصة الأمراض مثل الجلاكوما أو القطرات الدائمة. لكن السؤال دكتور، أفضل يعني معظمهم يلجأ إلى الثلاجة لحفظ الأدوية ومحاذير هذه الأشياء. وقضية الصيدلية يعني مفروض أن يعني الناس تكدس عندها الأدوية، ما بصفة أن يصير عندها خربطة فيها، وهذا من الأساليب الشائعة. يعني إذا كان عندك أدوية فائضة توجهها للجمعيات بحالة وجود صلاحية لها، جمعيات اللي توزع الأدوية وعدها للمستشفى. لكن أنك تحتفظ فهذا فوق هذا، يعني هذه الأشياء اللي غدا توجد خربطة عند الناس. وجزاكم الله خير. شكرا مشكلة. شكرا لك أخي أبو حمد، ونتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع. ضيفتنا فاطمة الأغفلي، رئيس قسم الصيدلية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في العاصمة أبو ظبي. وطرق التواصل على الهاتف 600551414، الرسائل على 4006. أختي فاطمة، الأخ أبو حمد طرح مجموعة من النقاط المهمة جدا، تفضلي. أول شيء نشكر محمد على هاي الأسئلة، ما شاء الله غطى كذا موضوع وكلهم في بالغ الأهمية. صحيح. أول شيء بخصوص أن المريض من حقه يتوصل معلومة موانع الاستعمال أو تاريخ انتهاء الأدوية أو حتى طريقة الاستخدام. أنا معاه في موضوع أن الوضع الحالي في بعض الأماكن في صعوبة في توصيل هاي المعلومة، خصوصا نفس ما تفضل وقالنا مثلا اللي هي النشرة الدوائية ممكن تكون صعبة. صعبة على المرضى في قرايتها. فعلشان كذي نحن طلعنا مبادرة انسح وتعلم في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، واتمنى ان تطبق في كل المستشفيات إن شاء الله. مجرد ما ان نحن كصيادلة نعم نقوم بدورنا ان نعلم المريض كيف يستخدم الدواء، وننبهه على موضوع مثلا تاريخ الفتح وموانع الاستعمال والأدوية شو اللي تناسب مع هذا الدواء أو لا. بس فوق أن قايمين بهالدور نحط السكر اللي هو الباركود على علبة الدواء، خلي المريض يسوي سكان عليه تليفونه مرة ثانية
بحيث انه يطلع له فيديو بلغتنا نفس ما قال. على فكره اللغه وايد مهمه. بتمنى يعني من الاخ ابو حمد يعني يطبق. انا طبعا ساشاركه المعلومات حتى يطبق ويعني يشاهد هذه الفيديوهات التعليميه اللي يعني متعوب عليها. مشكورين اختي فاطمه. نعم نعم. وغير هذا بعد يعني حتى لو كانت الصيدليه ما طبقت هاي المبادره، نتمنى من كل مريض اول ما يستلم الدواء يتاكد من هاي المعلومات من الصيدلاني. انا نفس ما قلت قبل في وايد عندنا حالات ما عندهم وقت وما فيهم صبر يتريون ان الصيدلاني حتى يشرح لهم الدواء، وحد منهم خلاص معتمد على الاستيكر اللي هو ما فيه المعلومات المهمه اللي يحتاجها. فنتمنى الدور يكون من الصوبين طبعا، من ناحيه الصيدلاني يؤدي دوره في التعليم، من ناحيه المريض يحصل الوقت ان ياخذ هاي المعلومات من الصيدلاني سواء ان يوصل للصيدليه او يتواصل وياهم. فهذا بخصوص البارت الاول من السؤال. نعم. ايضا طرح موضوع التخلص الامن من الادويه كمان نعم هي بخصوص التخلص الامن من الادويه. اول شيء المعلومه الشائعه عند اغلب المرضى اللي هو والله نحن مثلا بنرمي الدواء في النفايات. نعم. او مثلا بنعطيه ربعنا او مثلا الناس اللي محتاجه هذا الدواء في نفس حالاتنا. هذا طبعا ابدا مفهوم خاطئ وتصرف خاطئ. اول شيء حفاظا على سلامه الناس اللي بتعطيهم الدواء. صح ان في وايد حالات متشابهه ان والله هذا مريض سكري وهذا مريض سكري، بس فعليا الحالات تختلف من شخص لشخص. صح. وحتى نوع الدواء يختلف من شخص لشخص، يعني ما يستوي نعمم هالموضوع. والشيء الثاني ان اللي مثلا بيرمون الدواء مثلا في النفايات او مثلا بيعقونه بطريق جسم. بعد هالشيء الصراحه ضار اول شيء في الصحه والاضرار بيئيه. انتم ما تعرفون هذا الدواء حتى يوم يتحلل الادويه فيها مواد كيماويه. صحيح. فهاي الادويه فهاي المواد ممكن انها تتحلل تضر بالبيئه. الماء فيها ثروه سمكيه وغير هالشيء. فبصراحه دائما ننصحهم انهم يرجعون الادويه للجهات الصحيه، لان هناك في سياسات وفي اجراءات متبعه للتخلص الامن من هذه الادويه. وعلى الصعيد الثاني اذا مثلا بنقول المرضى اللي اخر بوينت قالها في الاتصال اللي هو تكريس الادويه واللي ممكن يسبب خطا، نحن الحمد لله في بلاد خير ونعمه. طويل العمر الشيخ محمد بن زايد قالنا إلا الغذاء والدواء. فما شيء قصور من ناحية البلاد. أي حد محتاج دواء بينصرف له الدواء من الصيدلية، لكن بالطريقة الصحيحة. وما نبى نوصل مرحلة أن الناس تخزن عندها أدوية فائضة في البيوت. لأن ضررها أكثر من الفائدة اللي يعتقدونها بعض الناس اللي هم والله لا أنا إذا احتيت دواء بحصل عندي في البيت. نعم. لا، ممكن أنه يوصل درجة أنه ينتهي، ممكن يتغير لونه، ممكن مفعوله بالعكس بيضرك أكثر مما أنك أنت مخزننه في البيت عندك لأي غرض. نعم. وفي هذا المجال يعني نود أن نذكر نقطة مهمة اللي هي خطورة استخدام المضادات الحيوية تحديدا بشكل عشوائي. يعني أنا ذهبت إلى الطبيب وصف لي هذه، طبعا كما نعلم في دولة الإمارات لا تصرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، لكن زاد عندي كمية ما استخدمت بالوقت الكافي وكذا، زاد عندي كمية، فبالتالي يمكن أن يستخدمها فرد من أفراد الأسرة أو صديق أو زميل. ما رأيك فاطمة؟ لا طبعا دكتور، أول شيء أن مشاركة الأدوية نفس ما قلت هذا موضوع أو توجه خاطئ. الشيء الثاني إذا بركز على موضوع المضادات الحيوية، نحن أول شيء لازم نوصله للمرضى أن هاي يعني هذا النوع من الأدوية يستخدم لعلاج التهاب معين والمدة معينة. يعني حتى لو المريض مثلا المضاد الحيوي الدكتور كتب له إياه حق أسبوع، شاف عمره عقب يوم يومين تحسن، خير خلاص تحسن، يوقفه من عنده. طبعا هذا وايد صحيح. خطأ. ليش؟ لأنه إذا بندخل في المعلومات العلمية بخصوص المضادات الحيوية، بالعكس ممكن أن أنت تسبب مقاومة في جسمك للبكتيريا. يعني أوكي أنت الحين تحسنت، لو لا سمح الله ياكل التهاب الحيوية يكملون الكورس كامل حتى لو تحسنت حالتهم.
وهذا اللي خلى الجهات عندنا تركز على موضوع صرف هذا النوع من الأدوية. لين الحين نسمع في المجتمع، والصراحة أسمعها حتى من الناس اللي هم يعني حولنا، إن يلا عندك ويع أسنان أخذ الدواء الفلاني أو المضاد الحيوي الفلاني من الصيدلية. هالشيء نتمنى رفع مستوى الوعي بأهمية استخدام المضادات الحيوية، أول شيء نفس تعليمات الطبيب، ولو أصلا استعملها المريض كورس كامل ما بتفيض عنده، ولا أنه بيوصل حق المشكلة الثانية اللي هي يعطيها غيره. نعم، وهون أيضا في نقطة مهمة، مع احترامي لكل الأطباء، بعض الأطباء يصفون المضادات أقوى المضادات الحيوية لحالة بسيطة، وطبعا هذا الأمر أيضا يساهم في حدوث مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية، والتي سببت وتسبب وللأسف تسبب مشكلة على مستوى الصحة العامة. ولهذا من سنوات عديدة منظمة الصحة العالمية أطلقت يعني صرخة إنذار وجرس إنذار، إذا تم استخدامنا بشكل عشوائي للمضادات الحيوية بهذه الطريقة بحلول 2030 لن نجد مضاد حيوي قادر على علاج التهاب بسيط في البلعوم. تصوروا حجم المأساة لو استمرينا بهذه الطريقة. طبعا الوقت شارف على الانتهاء، والأخ أبو حمد كان طرح مجموعة من الأسئلة، فطبعا إن شاء الله نرتب لقاء آخر. وإذا في أي نصيحة ختامية فاطمة تفضلي. أولا أشكركم على هذه المقابلة، ثانيا حبيت أرد أنبه كل المستمعين وكل المرضى أنهم أول شيء يتبعون الإرشادات الصحيحة من صاحب الخبرة اللي هو الطبيب والصيدلاني المختص، بخصوص تبادل الأدوية نتمنى أن هاي الظاهرة توقف نهائيا، وحتى طريقة التخلص من الأدوية يتوجهون للجهات المختصة للتخلص الآمن من الأدوية، ودائما ينتبهون حق تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية سواء المكتوب على العلبة أو تاريخ الانتهاء بعد الفتح. وأشكركم جزيل الشكر على إعطائي هاي الفرصة، وهذا واجبنا. كل الشكر لك فاطمة الأغفلي، رئيس قسم الصيدلية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في العاصمة أبوظبي، شكرا جزيلا لك. حياك الله. يا مرحبا.